لأكثر من 30 سنة جمعت حرفة صناعة الحلوة التقليدية أزلابية الصديقان رفيق نميس وربح مجدر في قصة صداقة وعمل قل نظيرها. عندي قول بين 31 سنة وأنا خدمة أزلابية هذه مع ربح هنايا، وتعلمت معاه بعد أزلابية، واللي علمني فيها أنا صغير ملايكة في عمري بالك واحد 13 سنة أنا نخدم معاه، درك عندي 43 سنة وأنا نخدم معاه تقريبا 30 سنة، علمني يحكم فيا الميتشي هذا 30 سنة وأنا نخدم في الزلابية كيما هاك، هذه خدمتي هاي قدام سنة وحنا مع بعضنا شركة كيما هاك، تقريبا 30 سنة وأنا شركة مع بعضنا كيما ليا كيما ليا كيما تي وكيما تي هاي. مرور السنين جعل الصديقان يكسبان سمعة طيبة وباتت حلوياتهم مطلوبة في مختلف ربوع الولاية وخارجها. الزلابية في رمضان الزلابية يجيوها من كل بلاصة، يقول لك نروح عند الزعزبة عند رابح عند الزلابية، هاي يجيو من كل بلاصة، ما قري كاين هنا في عزبة بصح يجيو الحانوت هذا، الحانوت هذا معروف. ولفنا به كليونتيا وزلابية يعرف يطيبها مليح وكلش. كل عام نشريو من عنده. ولا يتوقف الأمر عند ذلك، فقد فتح الصديقان أبواب محلهما للشباب المهتمين لتعلم حلويات لا تغيب عن موائد سكدينا خلال الشهر الفضيل.